السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على قناه ناديه تعليم مع فيديو جديد في ماده الرياضيات للمستوى الثاني صفحه 32 هذه الصفحه من كتاب فضاء الرياضيات اذا الدرس السادس قياس الاطوال باستعمال المتر والسنتيمتر نبدا من التمرين الاول احسب قياس طول كل شريط، إذا لدينا هنا شريط سنحسب إياه طول كل واحد منهما، إذا نلاحظ هنا الشريط الذي بالبنفسجي يبدأ من العدد صفر إلى العدد عشرة أو الشريط الأزرق، هنا طول الشريط الأزرق هو من صفر إلى عشرة أي عشرة سنتيمتر. الشريط الأصفر إذا هنا يبدأ من هذا العدد، إذا سنحسب عدد السنتيمترات، إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر إذا طول الشريط الأصفر هو ثلاثة عشر سنتيمتر التمرين الثاني أكمل لدينا هنا عائشة طول آمتي هو مئة وخمسة عشر سنتيمتر ليلى وأنا مئة سنتيمتر وعشرون سنتيمتر أما سعيد فيقول أما أنا فطول قامتي هو مئة وثلاثون سنتيمتر وحسن يقول أنا طولي متر واحد متر وسبعة وعشرون سنتيمتر هنا نعلم أن واحد المتر يمثل مئة سنتيمتر إذا القاعدة واحد متر تعطينا مئة سنتيمتر إذا طول قامة حسن إذا نبدأ من حسن هو متر واحد وسبعة وعشرون سنتيمتر إذا طول قامة سعيد هو واحد متر و وثلاثون سنتيمتر أي واحد متر لأن مئة سنتيمتر تعطينا واحد متر إذا متر واحد وثلاثون سنتيمتر إذا واحد متر وثلاثون سنتيمتر طول ليلى ليلى هنا مئة سنتيمتر أي واحد متر وعشرون سنتيمتر إذا واحد متر وعشرون في السنتيمتر طول قامة عائشة إذا عائشة مئة وخمسة عشر أي متر واحد لأن واحد مئة سنتيمتر تعطينا واحد المتر وخمسة عشر سنتيمتر إذا واحد المتر وخمسة عشر سنتيمتر ثم ننتقل إلى الصفحة ثلاثة وثلاثون تتمة الدرس السادس التمرين الثالث أحسب طول الخط الأحمر بالمتر و بالسنتيمتر إذا هنا لدينا خط أحمر يتكون من عدة مربعات سنحسب طوله علما أن مربع واحد يمثل لنا واحد سنتيمتر إذا سنحسب جميع المربعات إذا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون إثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون واحد وثلاثون اثنان وثلاثون ثلاثة وثلاثون أربعة وثلاثون خمسة وثلاثون، ستة وثلاثون، سبعة وثلاثون، ثمانية وثلاثون، تسعة وثلاثون، أربعون، واحد وأربعون، اثنان وأربعون، ثلاثة وأربعون، أربعة وأربعون، خمسة وأربعون، ستة وأربعون، سبعة وأربعون، ثمانية وأربعون، تسعة وأربعون، خمسون، واحد وخمسون، اثنان وخمسون، ثلاثة وخمسون، أربعة وخمسون. خمسة وخمسون ستة وخمسون سبعة وخمسون ثمانية وخمسون تسعة وخمسون ستون واحد وستون اثنان وستون ثلاثة وستون أربعة وستون خمسة وستون ستة وستون سبعة وستون ثمانية وستون تسعة وستون سبعون واحد وسبعون اثنان وسبعون ثلاثة وسبعون أربعة وسبعون خمسة وسبعون ستة وسبعون سبعة وسبعون ثمانية وسبعون، تسعة وسبعون، ثمانون، واحد وثمانون، اثنان وثمانون، ثلاثة وثمانون، أربعة وثمانون، خمسة وثمانون، ستة وثمانون، سبعة وثمانون، ثمانية وثمانون، تسعة وثمانون، تسعون، واحد وتسعون، اثنان وتسعون، ثلاثة وتسعون، أربعة وتسعون، خمسة وتسعون، ستة وتسعون. سبعة وتسعون، ثمانية وتسعون، تسعة وتسعون، مئة. إذا لدينا من نقطة الإنطلاق حتى نقطة الوصول مئة مربع. إذا هنا لدينا مئة. كل مربع يمثل سنتيمتر، إذا مئة سنتيمتر. ثم سنكمل، إذا الآن يمكن أن نكتب الفراغ. طول الخط الأحمر هو إذا مئة سنتيمتر. وهو كذلك واحد المتر لأن يعني مئة سنتيمتر تساوي واحد متر إذا هو كذلك واحد متر ننتقل إلى التمرين الرابع استعمل المسطرة المدرجة إذا هنا سنستعمل المسطرة المدرجة لقياس طول كل قطعة بالسنتيمتر دائما القطعة لقياس القطعة نضع الصفر في بداية القطعة إذا بدأ ابتداءا من الصفر ثم نحسب إذا هنا اثنا عشر إذا نلاحظ هنا اثنا عشر إذا في هذا الخط طوله اثنا عشر سنتيمتر الخط الثاني إذا دائما الصفر في بداية الخط وهنا إذا هنا ليس هنا ليس العدد تقريبا أربعة عشر إذا الخط ليس واضحا سنقيس بهذه الجهة، إذا هنا صفر، هنا أربعة عشر، إذا هنا أربعة عشر سنتيمتر، إذا أربعة عشر سنتيمتر، الخط الثالث، إذا دائما نستعمل الصفر في بداية الخط، هنا تقريبا سبعه عشر سنتيمتر اذا هنا سبعه عشر سنتيمتر اذا هذا الخط هو سبعه عشر سنتيمتر اذا لتحويل لنعرف دائما طريقه التحويل نستعمل يمكن ان نستعمل الجدول اذا هنا سنشرح اذا نستعمل الجدول بهذه الطريقه اذا لدينا هنا المتر هنا الديسيمتر وهنا السنتيمتر وهنا المليمتر اذا واحد متر واحد متر كم يعطينا من سنتيمتر اذا يعطينا مئة سنتيمتر او العكس اذا مئة سنتيمتر اذا صفر السنتيمتر صفر الدسيمتر واحد في المتر اذا مئة سنتيمتر تعطينا واحد المتر اذا لمعرفة التحويل دائما من السنتيمتر الى المتر يمكن ان نستعمل الجدول أو نستعمل هذه القاعدة بأن مئة سنتيمتر تساوي واحد متر إذا إلى هنا ينتهي الدرس صفحة اثنان وثلاثون ثلاثة وثلاثون من كتاب فضاء الرياضيات للمستوى الثاني الدرس السادس بعنوان قياس الأطوال باستعمال المتر والسنتيمتر لدعم القناة المرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل الدروس